بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عندنا تجربة جديدة، وهي تجربة تعيين الوزن الجزيئي لسائل متطاير. وأنا بقصد بكلمة متطاير يعني يا شباب درجة غليانه بتبقى منخفضة إلى حد ما، فبالتالي بيبقى سهل التطاير معانا. فكرة التجربة يا شباب بتعتمد على إن أنا لو عندي وزنة معلومة أو وزنة معينة من سائل متطاير، فإنه في هذه الحالة يمكن اعتبار أن بخار السائل بيخضع للقانون العام للغازات، وكلنا عارفين أن القانون العام للغازات اللي هو بيقول البي في الفي بتساوي NRT. طيب ما أنا عندي الN دي اللي هي عدد المولات، عبارة عن الوزن أو الكتلة على الوزن الجزيئي. يبقى أنا ممكن أكتب القانون بصيغة تانية، البي في الفي بتساوي W اللي هي الوزنة على الM اللي هو الوزن الجزيئي في الR في التي، حيث البي يا شباب معانا ضغط بخار السائل، الفي حجم البخار، الW وزن بخار السائل، الM الوزن الجزيئي للسائل، والتي درجة حرارة بخار السائل المطلقة، والآر هو الثابت العام للغازات. طيب الفكرة ببساطة كده بتعتمد على ان انا لو معايا سائل متطاير بطريقة ما ان انا اقدر ابخر هذا السائل بحيث ان هذا السائل يملأ حيز يمكن قياس حجمه، وبمعرفة بخار السائل وحجمه وضغطه يمكن حساب الوزن الجزيئي لهذا السائل من المعادلة العامة للغازات. طيب في التجربة اللي احنا قدامنا دي يا شباب هناخد مثال للسائل المتطاير وهو الأسيتون، وقلنا درجة غليانه بتبقى منخفضة إلى حد ما، تقريبا الأسيتون بدرجة غليانه عند 56 درجة مئوية. في هذه التجربة كمان هنستخدم حمام مائي وهو الماء، وهو سائل أقل تطاير من السائل الأولاني اللي هو الأسيتون. كلنا عارفين أن درجة غليان الماء 100 درجة مئوية، أي 373 درجة مطلقة بالكلفن. طيب بالنسبة للأدوات اللي احنا هنستخدمها يا شباب في هذه التجربة، زي ما احنا شايفين قدامنا ميزان حساس، حمام مائي، وده عبارة عن لهب غير مباشر، انا عندنا سخان اهو في وجود بيكر او كأس به ماء بتغلي على الهوت بليت، وانا عندي كمان الحامل اهو، عندي كمان ترمومتر، عندي مخبار مدرج صغير، وعندي الدورق المخروطي، وعندي مخبار مدرج ساعة 500 ملي، وعندي السائل بتاعي اللي انا هاخده اللي انا هقيس له الوزن او اعيل له الوزن الجزيئي بتاعه هو السائل المتطاير اللي هو الاسيتون. يبقى زي ما اتكلمنا هناخد مثال للسائل المتطاير الاسيتون، تمام، وبنستخدم برضو سائل اقل تطاير اللي هو الحمام المائي بتاعنا اللي هو الماء. طبعا ما ننساش احنا محتاجين كمان دبوس، تمام، وعشان بس نعمل بعض الفتحات في الدورق المخروطي انا مغطيه بورق ألمونيوم. خلاص يا شباب، وكده دي ادوات التجربة المستخدمة بالنسبة لنا. ممكن طبعا تجرب سوائل تانية قابلة للتطاير زي الإيثانول، زي رابع كلوريد الكربون وهكذا. احنا هناخد مثال زي ما قلنا وهو الأسيتون. طيب خطوات العمل يا شباب، هناخد الدورق المخروطي فارغ وعليه الغطاء من ورق الألمونيوم كده، وهنبدأ نوزنه، نصفر الميزان وناخد القراية. القراية تقريبا 112.32، يبقى هنكتب 112.32. وزن الدورق المخروطي فارغ زائد غطاء الألمونيوم 112.32 جرام، ده وزن الدورق المخروطي فارغ زائد غطاء الألمونيوم، وبنسميها W1. طيب الخطوة الثانية يا شباب، هنضع حوالي 3 ملي من السائل المتطاير ونحطهم في الدورق المخروطي. طبعا هنسحب ال 3 ملي او هنحط ال 3 ملي بواسطة مخبار مدرج. ادي الأسيتون، هنحطهم داخل الدورق المخروطي،
ونغطي الدورق بتاعنا بورق الالومنيوم زي ما اتفقنا، وباستخدام دبوس هبدأ اثقب ورق الالومنيوم. هنجيب الدورق المخروطي وهنحطه في الحمام المائي. طبعا ده احنا زي ما شايفين كده قدامنا، ادي الحمام المائي. هنضع الدورق المخروطي في الحمام المائي وهنثبته بواسطة الحامل، وهنرفع درجة الحرارة بحيث تصل إلى درجة غليان الماء عشان نضمن أن درجة الحرارة ثابتة. طبعا هننتظر يا شباب شوية بواسطة طبعا ترمومتر أقيس درجة الحرارة التي عندها سوف يتبخر السائل. هننتظر شوية حتى اكتمال عملية تبخير السائل. طيب احنا اللي ملاحظينه دلوقتي ان الحمام المائي شغال على السخان وابتدى وصل لدرجة الغليان، المية بتاعته وصلت لدرجة الغليان، المتوقع ان هيتم تبخير السائل بالكامل. هنشوف درجة الحرارة بعد ما يكون اتأكدنا تماما ان كمية السائل المتطاير تم تبخيرها. طيب درجة الحرارة حوالي 98 درجة مئوية، 98 درجة مئوية. طيب هنشيل الدورق بعد ما اتأكدنا تماما ان كامل السائل تم تبخيره، زي ما احنا شايفين ما فيش اي حاجة من السائل موجودة معانا تحت. هنسيبه يبرد لدرجة حرارة الغرفة، او انا هبرده بواسطة الحنفية او تحت الحنفية. طبعا زي ما احنا عارفين دلوقتي ان كامل السائل تم تبخيره وتحول الى بخار، نتأكد زي ما قلت لك ان كامل السائل تم التبخير بتاعته، وهنعين الضغط وهو الضغط الجوي السائد، غالبا بنعتبره واحد ضغط جوي، واحد ضغط جوي. طيب رفعنا الدورق بتاعنا من على الحمام المائي وهنبرده زي ما قلت لك تحت الحنفية عشان يتم تكاثف السائل، وهنجففه جيدا بواسطة مناديل ورقية من الخارج بحيث ان احنا نزيل اي قطرات من الماء العالق بواسطة الحمام المائي. طيب بعد ما نزلناه من الحمام المائي وبردناه تحت الحنفية، هبدأ اخد منديل ورقي واجففه من الخارج بحيث اني اتأكد تماما ان مفيش اي قطرات من الماء العالق بواسطة الحمام المائي اللي كان فيه موجودة معايا على الكونيكال. كده جففناه تماما. لو تلاحظ ان السائل عندما تم تبريده لدرجة حرارة الغرفة او تحت الحنفية، كمية من السائل بعد ما تكاثفت نزلت رجعت معايا تاني في اسفل الدورق اهي. هرجع اعيد الوزنة دلوقتي وهنسميها W2، ودي هتبقى وزن بخار السائل. هنصفر الميزان طيب القراية عندي 112.62 جرام، 112.62 جرام. يبقى الW2 اللي هو وزن الدورق بعد التبريد 112.62 جرام. خلاص دي الوزنة، وزن الدورق بعد التبريد. طيب نقدر دلوقتي نجيب الحجم بتاعنا عن طريق حجم السائل، وذلك عن طريق ان انا بحط محتويات الدورق او بملأ الدورق المخروطي بتاعنا ده بواسطة الماء، حتى الامتلاء تماما. واروح افضيهم في مخبار مدرج عشان اخد الحجم بتاعي.
هتقول لي ما الدورق المخروطي مكتوب عليه الحجم، ما تنساش ان انت الجزء ده مش محسوب، انت عندك ال 250 او ال 200 ملي ده دورق مخروط 200 ملي موجود لغايه العلامه بتاعت، لكن الجزء ده مش محسوب، فبالتالي بنحطهم في مخبار مدرج عشان نقيس الحجم بتاعنا. طيب هناخد الحجم دلوقتي، الحجم بواسطه المخبار المدرج طلع ان الحجم بتاعي اللي هي الفي بتساوي تقريبا 259 259 سنتيمتر مكعب، بس ما تنساش احنا عايزين نحولها الى لتر، فهتبقى 259 من 1000 هقسم على 1000 عشان احولها الى لتر، وبكده يبقى انا جبت الفي بتاعتي او الحجم بتاعي. طيب احنا يا شباب عيننا حجم السائل عن طريق ان احنا حطينا داخل الدورق ماء لغاية الامتلاء، وبعدين حطناهم في المخبار المدرج، وهنعين زي ما شفنا الحجم باللتر وليس بالملي، باللتر. تأكد من الكلام ده، ولازم ان انت تكون حولتها لو هي بالملي تقسم على 1000 وتحولها الى لتر. طب المفروض يبقى حجم الغاز هو حجم الدورق، ولكن انت عارف الدورق بتاعك اللي معاك اللي انت بتستخدمه زي ما قلت لك غير منتظم الشكل، فبالتالي الطريقة العلمية الصحيحة عشان تعرف ان انت حجم السائل بتاعك عن طريق زي ما قلنا ملينا السائل بالكامل، حطنا المحتويات بتاعته داخل مخبار مدرج. نبدأ دلوقتي الحسابات. طيب انا عندي خلاص الحجم جبته كان 259 سنتيمتر مكعب او ملي، حولتها الى لتر بقت 259 من 1000 لتر. طيب وقلنا وزن الدورق المخروطي فارغ زائد غطاء الالومنيوم اللي هي W1 كانت 112.32. طيب الحجم المعلوم من السائل المتطاير لو تفتكر احنا في التجربة قال لك خد 3 سنتيمتر مكعب. طب درجة غليان الماء التي تم عندها التطاير، المفروض درجة غليان الماء كل زي ما احنا عارفين 100 درجة مئوية، ولكن زي ما قلت لك الفروقات بتحصل من نتيجة لان الضغط بيبقى او في حسب المكان اللي انت عامل فيه التجربة، فتقريبا درجة الحرارة كانت عند 98 او 99 درجة مئوية. ما تنساش احنا عايزين نحولها الى درجة مطلقة بالكلفن، يبقى 99 زائد 273 خلاص، وهنشوفها تطلع كام. طب الضغط يا شباب، الضغط احنا بنعتبر ان بما ان المية بتغلي فهنعتبر ان الضغط بتاعنا واحد ضغط جوي واحد اتموسفير، ولكن في بعض البلدان او بعض المدن اللي بتبقى مرتفعة شوية عن سطح البحر، فاحنا عندنا في مدينة أبها تقريبا الضغط الجوي 200 او 783 من 1000، فلإما تكتبها واحد لو انت في مكان مثلا بيبقى على مستوى سطح البحر، او بتبقى 783 من 1000 اتموسفير او ضغط جوي، ده في مدينة أبها زي ما اتفقنا. وزن الدورق بعد التبريد اللي هي الدبليو 2 بعد ما وزنناها طلع 112.62، اذا وزن بخار السائل اللي هو الدبليو بتاعتنا اللي هعوض بيها في القانون بيساوي دبليو 2 ناقص دبليو 1. طب دبليو 2 كام؟ 112.62 ناقص دبليو 1 112.32 بتساوي تقريبا 30 مئة او 3 من 10. خلاص يا شباب، يبقى 30 من 100 او 3 من 10 جرام. اذا الوزن الجزيئي هو اللي باقي لي في التجربة بتاعتي. ما تنساش او هو المطلوب منك في التجربة، ما تنساش ان احنا واخدين السائل المتطاير بتاعنا اللي هو الاسيتون. يمكنك عزيز الطالب استخدام بعض السوائل المتطايرة الاخرى زي الميثانول زي الايثانول وهكذا. طيب يبقى اذا الدبليو اللي هي كتلة بخار السائل بالجرام اللي هي عبارة عن دي اللي هي الدبليو اللي هي الدبليو اللي هي عبارة عن دبليو 2 ناقص دبليو 1 طلعت معانا 3 من 10 جرام. طيب الحجم باللتر، الحجم احنا لسه جايبينه، يبقى 200 باللتر يا شباب 259 من 1000 لتر. ما تنساش الوحدات مهمة جدا يا شاب يا شباب وانت بتكتب البارامترز بتاعتك او الداتا بتاعتك. طيب الثابت العام للغازات اللي هي الار ده ثابت 82 من 1000. الضغط الجوي زي ما قلنا 783 من 1000 اتموسفير او ضغط جوي. درجة الحرارة المطلقة بالكلفن احنا قلنا درجة حرارة الغليان كانت 99،
طيب عندنا 99 زائد عشان نحولها الى درجة مطلقة، 99 زائد 273 بتساوي 372 كلفن. اذا ما بتبقاش معانا دلوقتي غير الوزن الجزيئي او الميوكلر ويت، وده بالجرام على مول. القانون بتاعي بيقول لي ان الوزن الجزيئي بيساوي الدبليو في الار في التي على البي في الفي. نيجي نعوض، يبقى الميوكلر ويت بتساوي الدبليو بتاعتنا كام؟ 3/10 في الار 82/1000، ده الثابت العام للغازات، في التي اللي هي درجة الحرارة المطلقة 372. احنا قلنا في بعض المدن بتبقى الضغط واحد ضغط جوي، بتبقى في مستوى سطح البحر فممكن نعتبرها واحد، لكن في بعض المدن زي مدينة أبها ممكن تبقى 783/1000 في، لأن أبها طبعا مرتفعة عن سطح البحر، الفي الحجم بتاعي 200 باللتر يا شباب، اوعى تنسى 259/1000. لما نيجي نحسب الحسبة دي يبقى الميوكلر ويت بتاعي بيساوي تقريبا 46. طيب في حين ان الوزن الجزيئي للسائل المتطاير بتاعنا اللي هو الاسيتون 58، فالنتيجة يعني بعض التقارب، لكن انا بنصحك ان انت زي كل تجربة بنصحك بيها ان انت تحاول تعيد التجربة مرة واثنين وثلاثة بحيث ان انت تتلاشى نسبة الخطأ. انت ما عندك قرايات ميزان، الميزان ممكن يكون في نسبة خطأ، ممكن انت تكون خدت القراية خطأ، لما بتيجي تقرأ الحجم بتاعك اثناء المخبار المدرج، لما بتيجي برضو تاخد التلاتة، يعني كلها نسبة اخطاء، لكن نتيجة مقبولة. بتكرار التجربة ممكن ان انت هتديك نتائج افضل بكتير جدا.